بس هذا صفته الدائمية، حتى في الداخل كان دائما يحب أن يكون في الموافل في الظل، لا يحب أن يكون في المقدمة. وحتى إلى الآن يعني كثير من التغريدات وكذا تأتي بأسماء أخرى مثل اسم مجتهد. مجتهد هو دكتور سعد الفقيه بده قطعا ولا جدال، يعني عارفين إحنا عندنا الأدلة عليها من مكتبه، يعني ما يحتاج نطول ونطول فيها.